السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي إلى كل المتواجدين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم لشرح جديد أو معلومة أو إضاءة. شيء بسيط، هو ما أعتبره شرح لكن شيء بسيط. أحد الشباب يسألني قبل كم يوم، يقول لي كيف أدخل البريد إلى الآيفون، البريد الجيميل. لما أدخل البريد يتوقف الفويس أوفر، يكون غير متوافق في نقطة معينة. إن شاء الله هذه النقطة صارت نقطتين. النقطة الأولى سوف نشرحها، والنقطة الثانية أيضا نشرحها لكم. نروح إلى البريد، نروح إعدادات، طبعا لا ننسى هذا الموضوع، نروح إعدادات ثم البريد والتقويمات جهة الاتصال. البريد جهة الاتصال، التقويمات، نروح إضافة حساب. البريد علامة الحذف، أنا أريد أضيف حساب جوجل. إضافة حساب مايكروسوفت، حساب iCloud، حساب جوجل. تم الوقت، إضافة حساب، البريد علامة الحذف، ألغاء، زر، ألغاء، 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 أكاونت، جيميل، 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 أكاونت، ألغاء، زر، فعلا تسجيل الدخول، ألغاء، أكاونت، جيميل، اسمح بيانات الحساب الأخرى. لم يتوقف هنا، هنا أنا راح يكون غير متوافق صحيح، لكن تصعد لي فوق، ألغاء، زر، أكاونت، جوجل، ألغاء، ألغاء، زر، يقول لك ألغاء. أربع أصابع لي جوه، أربع أصابع أسفل الشاشة. المزيد من الخيارات، رابط، المزيد من الخيارات، رابط، التالي، هل تحتاج لمساعدة في إدخال بريد الأخرى؟ إدخال بريدك الإلكتروني، حقل النصب، إدخال بريد الإلكتروني، نقطة الإدخال في النهاية. H. أكو مشكلة صارت في iOS 9 عامة وليس iOS 9.21. المشكلة شن هي؟ المشكلة من أدخل إيميل، شوف هسه حدخل أحرف مثلا H X C H U Y U K، ما يقرأ لك الأحرف. L، أنت تدخل الأحرف، فإحنا delete، رح ندخل الإيميل بإذن الله تعالى وراجع لكم. وورا ما ندخل الإيميل نشوف شي يطلع لنا. تحياتي وفاصل ونعود إليكم. دخلنا الإيميل، أكاونت، جيميل، تسجيل الدخول، اسمح لجهاز الآيفون بيانات الحساب الأخرى، إدخال بريد، هل تحتاج لام؟ أتالي، المزيد من أتالي، أستغفر الله وأتوب إليه. ننطي أتالي، التالي، تعذر العثور على حسابك في، ليش يتعذر؟ الأخرى، بيانات حساب جوجل الأخرى، الأخرى، إدخال أتالي، نعطي التالي، دخلنا الحساب من جديد. أتالي، زر، أتالي، تسجيل الدخول، دخل تسجيل الدخول، أتالي، زر، هل نسيت كلمة المرور؟ كلمة المرور، أمن، حقل النصب. رح أراويكم شغلة، رح أراويكم شنو رح يصير هنا، رح أراويكم شنو اللي رح يصير هنا، أوكي؟ هل تسجيل الدخول، هل نسيت كلمة المرور؟ أمن، حقل النصب. رح أدخل كلمة المرور، هو المفروض يدخل، يدخل ورا ما أدخل كلمة المرور، صح لو لا؟ نشوف. نقطة الإدخال في النهاية، كلمة F، نقل، S، A، دخلنا كلمة المرور. كلمة التالي، 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 شوفوا، راح أضغط التالي، ركزوا إيش راح يطلع. وراها راح أعلمكم شلون ندخل على الإيميل. التالي، نعطي التالي. تسجيل الدخول، تسجيل الدخول، تسجيل الدخول، تسجيل يرجى نسخ التقويمات، جهة الاتصال، التقويمات، جهة البريد، معتم، تشغيل، حفظ، زر، دخل عندي، ظاهر لي أناني مدخله مسبقا، لأناني مدخله عندي مسبقا، أوكي؟ لكن راح أقول لكم شو تسوون إذا طلع لكم الرجاء نسخ الكود. يطلع لك الرجاء نسخ الكود. حفظ، معتم، تم
إضافة الحساب البريد جهات الاتصال. حفظ عندي بشكل طبيعي. يقول لك رجاء نسخ الكود في التطبيق، يطلع لك كود معين. يم كلمة احنا سمو دخلنا كلمة المرور، دخلنا كلمة المرور. ورا ما دخلنا كلمة المرور شطنا التالي. احنا قبل ما ندخل كلمة المرور، ورا ما ندخل الحساب وننطي التالي، ورا ما ننطي التالي راح يطلب من عندك كلمة المرور. احنا ما ندخل كلمة المرور. يم هل نسيت كلمة المرور؟ ننطي تسجيل الدخول. اكو شيء اسمه تسجيل الدخول، هذا موزر بس تسجيل الدخول. تضغط على تسجيل الدخول راح تختفي. ورا ما تختفي راح يطلع لك هل نسيت كلمة المرور والتالي. انت تعطي كلمة المرور، لا تقول نسيت، يعني ورا ما تعطي تسجيل الدخول اللي هذا قلت لكم عليه موزر، دخل كلمة المرور وبعدين تعطي التالي، راح يدخل الحساب بشكل جيد مثل ما هسه انتم شفتوا. كان وريتكم، لكن لان انا بدخل الحساب مسبقا ما صارت الطريقة، لكن ان شاء الله فهمتوني. تجربون الطريقة ان شاء الله تنجح عندكم. تحياتي لكم، كان اخوكم حمزة القيسي، وللتواصل معي يرجى الاتصال على الرقم 0064979571973. وإن شاء الله يكون هذا الشرح مفيد، وهذه إضاءة تقنية إن شاء الله مفيدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.